طب دكتور، هل هنا في خوف اصلا ممكن يصيبنا من الارتباط؟ يعني في حاجه نفسيه اسمها الخوف؟ طبعا، وهي المخاوف اصلا اللي بتعطلنا. المخاوف بتخلي عندنا حاجتين، بتخلي عندنا الكنترول، ان انا عايز اكنترول الحياه كلها عشان اطمن، فعايز امشي الدنيا في تراك معين يطمني، عايز كل حاجه تبقى بالظبط زي ما انا متخيل. فوانا خايف بكون اكتر الحاجات اللي يعني الرعب في الجواز ان هيخش شريك في الحياه يفقدني السيطره، يمشي الحياه على هواه مش على هوايا، او اني مضطر اقدم تنازلات وحاجات انا مش عايز اعملها. فيبقى اكبر خوف عندي ان انا هعيش زي كل الاخرين، هعيش في الفريم المجتمعي اللي انا مضطر له الناس كلها عايشه فيه. فيبقى المخاوف دي تمنعني، فطبعا المخاوف بتمنعنا وبتعطل ده وبتاجلنا. طب دكتور، في ناس يعني متعايشه او متقبله فكره الوحده وبيحبوا يبقوا لوحدهم ومش بيبقوا عايزين يرتبطوا، هل ده عادي ولا ده بيندرج تحت الامراض النفسيه؟ طبعا ده عادي جدا، طبعا احنا بنميل للشريك ودي حاجه مهمه ونحكي عنها بتفاصيلها. بس فكره ان انا باخر الجواز باختياري ده حقي تماما. يعني في فكره عندنا مغلوطه، فكره مجتمعيه كده مغلوطه، ان اللي مش بتتجوز فهي فرصها في الجواز مش كويسه، بتقل. صح، كل الناس بيقولوا كده. والكلمه السيئه جدا هي كلمه عانس، اللي هي كلمه يعني محتاجه تتمحي من ذاكرتنا. صح، ان هي ما عندهاش فرص وما حدش بص لها فيا حرام ما اتجوزتش. لا، هي عادي جدا، اي حد في الدنيا عايز يتجوز هيتجوز، ينفع تتجوز حق اي حد، هتقدر تتجوز، ده مش حاجه صعبه. بس الفكره انها بتدور على الشخص المناسب، وقد تكون هي مختاره ده. بس محتاجين نفرق ما بين فكره الوحده ما بين فكره العزله وما فكره الاستقلاليه، لان كل حاجه من دول. الوحده مقصود بيها ان انا ممكن اكون متجوز وعندي اولاد وعايش حياه كويسه جدا، بس انا حاسس بالوحده. يعني في زوجات كتير حاسين بالوحده ومش مرتاحين. صح، رغم ان حوالينا وهم متجوزين وعندهم اسره وكل حاجه. طب ده بيرجع لايه معلش؟ بيرجع لان احتياجاتي النفسيه لم تلبى، انا مش عارف البي احتياجاتي النفسيه، انا مش عارف اشبع من العلاقه اللي انا فيها والحياه اللي انا فيها. فانا مش بعرف اهتم بنفسي كفايه، ما عنديش لغه حوار وتواصل مع اللي حواليا، فحاسس ان انا لوحدي، انا في جزيره منعزل عن اللي حواليا. فده احساس مؤلم. احساس العزله ده لما انا بختاره بنفسي، انا اللي بقفل على نفسي، بقفل على دماغي، بقول ما حدش فاهمني او ما حدش مستوعب اللي انا بقوله، ما حدش. وبيبقى ده مش حقيقي اصلا، غالبا بيكون مش حقيقي، لان انا بعيش شويه في دور الضحيه او احساس الصعبانيات، ان انا بقفل على دماغي وبقفل على مشاعري، فانا اللي برفض التواصل. يعني لما دايما تقول كده اصل ما حدش فاهمني، هو انت ما بذلتش مجهود عشان تفهمهم، انت ما حاولتش تشرح نفسك لغيرك. هو الفكره ان انا ما اتكلمتش وعبرت عن اللي عندي. الاستقلاليه هي الشكل الصحي، ان انا بعرف البي احتياجاتي، بعرف اتبسط، بعرف اعيش زي ما كنت بتقولي من شويه، ان الشخص بيعرف يسافر ويتبسط ويستمتع حر نفسه وهو لوحده. والشخص ده لما بيرتبط بيكون انجح علاقه ممكنه. صح، يعني بيعرف يستمتع وهو لوحده، فلما بيخش في شريك بيعرفوا يستمتعوا سوا. هي. صح.